بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد عبد الحميد الغرباوي، أستاذ الإعلام السياسي المساعد بكلية الآداب جامعة الزاوية، والمعار للعمل في ليبيا من كلية الآداب جامعة الزقازيق في مصر. بداية يعني أقدم التحية للقائمين على العمل في هذا البرنامج، برنامج الاتحاد الأوروبي في درجة الماجستير في الإعلام، وأثني على هذا البرنامج وآمل بإذن الله أن يعني يلقى سبيله إلى النور قريبا. مطروح مجموعة من الأسئلة، أنا بظن أنه يعني السؤال الأول بيشير إلى صحافة القرن 21، وبالتأكيد فإن صحافة القرن 21 صحافة مختلفة، والإعلام في القرن 21 إعلام مختلف تماما عما قبل. الأدوات مختلفة، المضمون مختلف، التقنيات مختلفة، فهذا يعني موضوع يعني يجذب انتباه كل العاملين والباحثين والقريبين من المجال في مجال الإعلام. السؤال الثاني بيتكلم عن أشكال الصحافة الجديدة في القرن 21، اللي هي النتوركد جورناليزم أو السيتيزن جورناليزم. طبعا هي أشكال مختلف عليها نظريا، هل هي صحافة بالمعنى العلمي أم أنها شكل جديد من أشكال الصحافة لم يتم تقييمه أو تقويمه بعد. طبعا ده كلها عناوين مهمة، وأيضا يجب أن يهتم برنامج الدراسات العليا بثبر أغوارها والبحث فيه عمقا فيها. السؤال الأهم هنا هو السؤال المتعلق بالكورسز، بالمقررات. وأنا الحقيقة يعني من تأمل البرامج أو حالات الدراسات العليا في المعاهد أو في الكليات في ليبيا بشكل عام، المواد والمقررات تحتاج إلى تقييم أو إعادة نظر. أنا من وجهة نظري أطلب بأن يتم الاهتمام بمقرر جاد في الميثودولوجي، في مناهج البحث، أطلب بمقرر جاد في الفانكشنال ثيروز أو نظريات الوظيفية في الإعلام، أطلب أيضا ببرامج أو كورسات جديدة فيما يتعلق بالوركشوبس أو ورش العمل داخل قاعات الدراسة في الدراسات العليا. وزي ما قلنا يعني يجب أن تكون هذه الورش في موضوعات جديدة وموضوعات جادة، وبالذات في بعض النظريات الوظيفية الجديدة المثيرة للجدل التي لم يعني يتفق عليها نظريا حتى الآن. أيضا لدينا بعض الأسئلة المهمة في مجال الدراسات العليا، وهو الورش التطبيقية، بمعنى ورش لكتابة أو تصميم نماذج حقيقية لبحوث ضمن قاعات الدرس. صحيح مناهج البحث أو المواد الميثودولوجي بشكل عام تقدم بشكل نظري، أنا يعني أقترح أن احنا يعني نقرر مقرر أو يعني مادة علمية جديدة في مناهج البحث تقدم بشكل تطبيقي أثناء قاعة الدراسة، ويكون الطلاب من خلال مناقشتهم البينية بينهم من بعض وفي حضور الأستاذ يمكن أن يكون هذا الشكل الجديد من دراسة مناهج البحث يكون مفيد ويكون مجزي. شكرا جزيلا.